بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، هو كتاب الخراج والفيء والإمارة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في قسم الفيء، قال أبو داود رحمه الله باب في قسم الفيء، ثم ذكر رواية عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن. فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة: كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب أو الأعزب حظا. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب أو الأعزب حظا. قال زاد ابن المصفى: فدعينا، وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعد عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. بيتكلم عن تقسيم الفيء، وقلنا الفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. يبقى نقول إن المال اللي بنأخذه من الكفار إما كنتيجة الحرب بيننا وبينهم، فكان ذلك التلاحم بين المؤمنين والكفار، وتكون الغلبة للمؤمنين فيترك الكفار هذه الأموال خلف ظهورهم. يبقى أي متاع بيتركوه يبقى هذه هي الغنيمة، يبقى الغنيمة هو الأموال التي أخذت من الكفار كنتيجة الحرب، كنتيجة الحرب والجهاد. ولابد أن يكون في تلاحم ما بين الكفار والمؤمنين، ويبقى هذا المال حيقسم كما بينا قبل ذلك أربعة أخماس الغنيمة بتوزع وتقسم على الغازين، والخمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى يقسم، فهذا الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى بيخمس هذا الخمس ويوزع كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الفيء أيضا هذا مال بيؤخذ من الكفار ولكن من غير حرب ولا جهاد. يبقى لو تخيلنا كده أن جيش المسلمين يبقى استعد للتلاحم مع جيش الكفار، الكفار رأوا ذلك فتركوا الأموال والمتاع وفروا، يبقى ده فيء. يبقى هذا المال حصلنا عليه من غير حرب ولا جهاد، يبقى من غير حرب ولا جهاد يبقى هذا والفيء. والفيء نقول الإمام يقوم بصرفه على مصالح المسلمين العامة حسب ما يرى الإمام. يبقى نقول هذا المال يبقى ده مصدر من مصادر أموال أو موارد بيت المال، والإمام يتصرف في ذلك الفيء حيث يرى المصلحة. قلنا غير يبقى المال اللي هو الغنيمة، يبقى ده أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين تقسم عليهم كما بينا قبل ذلك، والخمس يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى بيوزع على الأصناف التي ذكرها
ربنا سبحانه. فبيتكلم هنا في أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة في قسم الفي، ذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال حاجتك يا أبو عبد الرحمن، فعلى ذلك ذكر له ابن عمر رضي الله عنه حاجتك يا أبو عبد الرحمن، دي كنية ابن عمر، فيا ترى ايه الحاجة اللي هو أتى بها ودخل من خلالها على معاوية، ايه مطالبه، ايه حاجاته؟ فعلى ذلك قال عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين، قال المحرر هو الذي صار حرا بعد أن كان عبدا. وفي دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال، على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة، يبقى لهم نصيب في ذلك المال، قلنا لأنهم في عوز وفي حاجة، يبقى الإنسان اللي هو كان عبدا ثم تملك هذه الحرية يبقى بيحتاج، يبقى عنده عوز وعنده حاجة إلى ذلك المال. وبصفة عامة نقول أن كل مسلم له حق في بيت المال، يبقى كل مسلم له حق في بيت المال، وإن كان السؤال حرام كما قال النبي وكما بيّن صلى الله عليه وسلم، إلا للضرورة، إلا في حالة طبعا أن يطلب الإنسان ذلك المال من بيت المال، فله الحق يعني من غير حاجة ومن غير عوز ممكن يطلب ذلك المال من بيت المال. ويبقى السؤال أساسا يبقى سؤال الناس حرام إلا للضرورة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له أن يطلب ذلك المال من الإمام من بيت الله لأنه حق له حق في ذلك المال. فقال عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين، فقال في دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة. قال الإمام الخطابي رحمه الله يريد المحررين المعتقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون تبعا في جملة موالين. وقال في استحباب البداء بهم وتقديم ولاء عند القسمة على غيرهم، قلنا لأنهم في عوز وفي حاجة، في عوز وفي حاجة. كذلك أيضا بتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز، يبقى بجراب كده صغير في خرز، فقسمها للحرة والأمة، فقسمها على النساء، فقالت عائشة كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. المقصود بالعبد هنا أو بالأمة يبقى ده نقول وصف لهذه المرأة على ما كان سابقا من حالها، وهذا وصف لذلك الرجل على ما كان سابق من حاله، يبقى هو لا يصلح ان احنا نعطي العبد، قلنا لان العبد لا يملك، ومال العبد بيقول الى السيد، لذلك لا تجوز الزكاة على العبد، لا تجوز الزكاة على العبد الا العبد المكاتب، العبد المكاتب اللي هو كاتب سيده على اساس ان هو ياخذ الحرية بعدما يدفع يعني مبلغا من المال بيتفق مين مع السيد، فده اللي هو ممكن نعطيه. يبقى وفي الرقاب المقصود بها أساسا يبقى لعتق هذه الرقاب، أو كان مكاتب فحنديه هذا المال الذي نعينه به على مال الكتابة، ولكن العبد أساسا يبقى العبد لا يملك أساسا، وكل مال مملوك للعبد بيقول إلى سيده، قلنا لأن ملكية العبد حتى لو قلنا له ملكية، ملكية العبد ضعيفة، أو نقول أن العبد لا يملك، وبالتالي لا تجوز دفع الزكاة إلى العبد، لأنه في الحقيقة وكأننا ندفع هذه الزكاة إلى السيد. ولذلك يبقى الكلام قال يقسم للحر والعبد، يبقى المقصود بالعبد اللي هو العبد الذي أعتق أو المكاتب، أو العبد المكاتب يبقى كاتب السيد زي بريرة، معلوم أنها كانت كتبت على 9 أواق، وأن عائشة رضي الله عنها شرت بريرة وأعتقتها، فيبقى الكتابة هي يبقى بيتفق العبد مع السيد ان هو يملك الحرية، حريته والله مقابل يدفع للسيد مبلغ يعني كذا من المال، ويبقى السيد يبقى هذا المكاتب يبقى نعطيه ممكن من مال الزكاة، ونعينه أيضا على أن يعتق، على أن يعتق، يبقى ده للحق، وبالتالي جاز ان هو هيعطيه من بيت المال ما يعينه على دفع مال الكتابة الذي من خلاله هيملك الحرية، يبقى ده المقصود بالعبد أو الأمن، يبقى ده نقول ده الوصف ده باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، زي ما نقول والله فلان ده يتيم، فلان يتيمة، رغم ان هو يعني سنه بقى كبير وبلغ وعدى مرحلة الاحتلام والبلوغ، لكن نقول ده وصف باعتبار ما سبق.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يبقى نقول فلانة يتيمة عندها 20 سنة يتيمة، يبقى الوصف ده أساسا هو لا ينطبق عليها حقيقة، ولكن ده وصف باعتبار ما سبق، باعتبار ما سبق. فكذلك أيضا هذا عبد هذه أمة، يبقى باعتبار ما سبق، ولكن لا يجوز دفع المال إلا للمكاتب أو العبد الذي ملك الحرية. فقال الحرة والأمة، خاصة النساء لأن الخرز من شأن النساء لأنه حق لهن خاص. هذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقوم بقسمة هذا المال على الحر والعبد. قال والظاهر أن يكون المراد من العبد والأمة المعتوقين أو المكاتبين، إذ المملوك لا يملك ونفقته على ملكه لا على بيت المال. يبقى ده المقصود من كلمة الأمة أو مقصود من كلمة العبد، إما أن العبد والأمة المعتوقين أو المكاتبين. يبقى المكاتب ده هو مازال في الرق أساسا، بس الشارع أعطاه ذلك الحق لأنه عشان يملك الحرية، وبالتالي جاز أن احنا نتفعله من مال الزكاة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الرقاب، وكذلك أيضا أن احنا نعينه على دفع مال الكتابة التي خلالها يملك إيه الحرية. قال وكذلك أيضا في الرواية المذكورة عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الأهل حظين وأعطى العزب أو الأعزب حظا. يبقى بيراعى فيها أحوال الناس، ويراعى أن حاجات الناس تختلف من إنسان إلى آخر. ده إنسان والله بيقوم على زوجة وعلى أولاد أو على أخوات، يبقى غير اللي هو الأعزب اللي هو بينفرد بنفسه. يبقى على ذلك قال في دليل أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يقوم بنفقاتهم من النساء أو غيرهن. يبقى نقول والله يبقى عنده زوجة وأولاد، يبقى حالته غير اللي عنده زوجة فقط بلا أولاد، يبقى ممكن حاجة هذا الرجل تكون أشد من حاجة إن كان عنده زوجة ليس لها أولاد. نقول والله ليس عنده زوجة ولا أولاد، يبقى حاجته هتختلف عن حاجة من كان له زوجة أو كان له أولاد، أو كان يقوم برعاية مثلا أم أخت غير ذلك من النساء، أو ممن لا يقدر على النفق على نفسه أو التكسب، يبقى هذا شيخ كبير وغير ذلك. يبقى الحاجات بتقدر على حسب حاجة الإنسان، يبقى مش المساواة في هذه العطية، الكل له حق في بيت المال، وبالتالي هيعطى هذا الإنسان على حسب العوز وكذلك على حسب الحالة، ولذلك يراعى هذه الأمور. كما قال عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأهل حظين وأعطى العزب أو الأعزب حظا. زاد بن المصفى فدعينا، قال فكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعد عمار ابن ياسر فأعطي حظا واحدا. يبقى الأعزب يبقى نقول اللي هو لا زوجة له، غير اللي يكون له زوجة يبقى حاجته والعوز أشد ممن لم يكن له زوجة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في قال باب في أرزاق الذرية، قال باب في أرزاق الذرية. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهلي، أو من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. أيضا رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، أن ترك مالا فلورثته. فترجم أبو داود رحمه الله من خلال هذه الروايات، ترجم هذه الترجمة وقال باب في أرزاق الذرية. يبقى هذه عطايا للذرية، أرزاق الذرية. قلنا لو إنسان مات وترك أولادا صغارا
يبقى لا عائل لهؤلاء الأولاد، يبقى بيت المال هيكفل هؤلاء الأولاد، هيكفل هؤلاء الأولاد. زي ما احنا اتكلمنا عن أرزاق العمال، يبقى بيتكلم أيضا ترجم أبو داود رحمه الله، واستنبط هذه الترجمة من خلال الروايات أرزاق الذرية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: من ترك مالا فلأهله، يبقى هو أحق بهم وأقرب إليهم. فمن ترك مالا يبقى ده بيلزم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ذكر هذه الروايات تحت الترجمة كتاب الإمارة، يعني معنى ذلك الكلام أن هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن بإمام المسلمين. يبقى دي مش الفعلة دي هتكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده أيضا واجب على إمام المسلمين، هذا واجب على إمام المسلمين. قال: من ترك مالا فلأهله. يبقى لو مات ذلك الرجل وترك مالا، يبقى المال ده هيقسم على أصحاب الفروض والميراث، يبقى هيقسم كميراث على أهله. ومن ترك دينا أو ضياعا فإليه وعليه. ترك أولاد صغار وترك دينا عليه دين وتوفي ولم يترك وفاء، يبقى على ذلك يبقى إمام المسلمين يقوم بدفع ذلك الدين من بيت مال المسلمين. ولو ترك أولادا صغارا يبقى يتكفل بهم الإمام، يقوم برعاية الأولاد. وبالتالي بينا أرزاق العمال أو أرزاق الذرية، معنى كده أن بيت المال يكفل هؤلاء بما يسد به الحاجات. يبقى غير كما بينا فرقنا بين الأرزاق والأجرة، قلنا الأجرة دي مقابل عمل، فبيعطى الأجير ذلك الأجر بغض النظر هيكفي للحاجات أم لا يكفي. دي أجرة نقول تم الاتفاق عليها، يبقى نقول فلان ده أجير عند فلان، نقول له والله أجرتك قد كده، اليومية بتاعتك قد كده، اليومية دي هتكفيه في المطالب والحاجات أم لا. نقول ده يعني أساسا يعني ليس المقصد من الأجرة أن هي هنعطيه الأجرة اللي هي هتكفيه لحياته، ولكن دي أجرة بيتم الاتفاق عليها على حسب الأعمال، وقد تكفي الإنسان وقد لا تكفي الإنسان. فعلى ذلك المؤجر نقول ليس له دخل في ذلك الأمر. غير قلنا الأرزاق، يبقى قلنا في الوظائف العامة كمسألة الاحتساب، كمسألة القاضي، كمسألة المعلم وهكذا، ده أساسا بيرزق من بيت المال. بيت المال يعطيه ما يكفي للحاجات، قلنا لأن مفترض أن احنا هنكفي مؤنة هذا الإنسان تماما، قلنا لأنه فرغناه لهذا العمل، فما ينفعش نخليه أساسا يعمل ويضيع الأمر، وكنا تركناه يعمل ابتداء. فلما كانت دي فيها المصالح العامة للمسلمين وحاجة المسلمين شديدة إلى ذلك الأمر، يبقى أرزاق أولا بيكون من بيت مال المسلمين، قلنا لأنه مش هيبقى أجير عند حد، يبقى ده قاضي مفترض ده تبع الدولة، يبقى ده هذا القاضي مش بيعمل عند أحد، يبقى مش أجير، يبقى هيرزق من بيت مال المسلمين. أن احنا بنحتاج إلى من يقوم بالفصل في النزاع بين الناس طبعا بالأحكام الشرعية المقصود. فعلى ذلك يبقى هيجيب منين المال، يكتسب منين؟ قلنا لو كان يعمل، قلنا حتى يحصل على الأجرة التي تكفيه، فنقول عند ذلك هتضيع هذه المصلحة. فلما كان ذلك من صالح المسلمين هيكون رزقه على بيت مال المسلمين، قلنا الرزق هنعطيه ما يكفي، ما يكفي الحاجات. وبالتالي ذكر أرزاق الذرية، يبقى المقصود ان هم لو ترك هؤلاء الأولاد ولا عائل لهم فعند ذلك يتكفلون عن طريق بيت مال المسلمين، وده يبقى من مهم الإمام، هذا من مهم الإمام. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعايته، أصبحوا دول من رعية، يعني دول من رعية. قلنا زي الرجل الكبير لو لا يقع على التكسب وليس عنده من يقوم بحاجته، يبقى هو رعايته على بيت مال المسلمين. وهكذا إنسان مريض مرض شديد لا يقوى معه على التكسب وعنده ذرية وأسرة، يبقى في الحالة دي يبقى بيت مال المسلمين يتكفل ذلك الرجل. وبالتالي يبقى الإمام لابد أن يتفقد من أحوال المسلمين، لأن دي مسؤوليته، وهذا الإمام سيسأل عن ذلك عند ربي يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. فحيسأل عند ربي سبحانه وتعالى عن الرعية، يا ترى قام بحفظ هذه الرعية والرعية وصيانة الرعية ولا ضيع الرعية، هيسأل عن ذلك. لذلك قلنا لا نتعجب من مقولة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عارف طبعا
يعني حجم هذه المسؤولية وعظم هذه المسؤولية، وبالتالي يخشى لو تعثرت دابة بالعراق لسئل عنها عمر لماذا لم يمهد لها الطريق، لماذا لم يمهد لها الطريق. وبالتالي بقى ده يعني من الأعمال الأساسية لإمام المسلمين. قال الإمام الخطابي رحمه الله، قال: هذا في من ترك دينا لا وفاء له في ماله، فإنه يقضى دينه من الفيء، أما من ترك وفاء فإن دينه يقضى عنه، ثم بقية المال بعد ذلك يقسم ميراثا. يبقى قال: من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، يعني يبقى حيتكفل بهم. نعم، بس الكلام ده لو كان ذلك الرجل الذي مات لم يترك مالا، لم يترك وفاء للدين، يعني مش مجرد ترك دينه وخلاص، ترك دين لا وفاء له، يعني ما عندوش حاجة يسد بها الدين. لكن نقول لو هو ترك مالا يبقى معلوم قبل تقسيم المال حنخرج الديون، ثم الوصية لو أوصى بما لا يزيد على الثلث ولا تكون الوصية لوارث، ثم يقسم باقي المال ميراثا كما بينا في مسألة الميراث. أيضا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. يبقى المال ده هيقسم ميراثا بعد طبعا يعني استقطاع الحقوق الواجبة على ذلك المال أو على ذلك الرجل. ومن ترك كلا فإلينا، يترك بقى دين أو ضياع أو أولاد، يبقى إلينا، يبقى هيقوم الإمام بمصلحة هؤلاء ويقوم الإمام بتسديد ذلك الدين من الفين. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أن أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، أن ترك مالا فلورثته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وفي موته، وأنا ولي في الحالين، فإن كان علي دين قضيناه من عندنا، إن لم يخلف وفاء، إن كان له مال فهو لورثته لا أخذ منه شيئا. يبقى إن خلف عيال محتاجين ضائعين فعلي نفقة ومؤنة هؤلاء الأولاد. يبقى نقول لا يتركون للضياع، لا يتركون للضياع، يبقى لهم حق أساسا في بيت المال. وبالتالي نقول هذا من مهام الإمام، أن يقوم بحفظ ورعاية الرعية، خاصة الضعفاء، خاصة الضعفاء. فكل مسلم له حق في بيت المال، لكل مسلم له حق في بيت المال. ثم ذكر على ذلك باب آخر، باب متى يفرض للرجل في المقاتلة. قال: باب متى يفرض الرجل في المقاتلة. يبقى لما بيكون في غزو وجهاد، يبقى نقول لما حيفرض النصيب، يبقى نقول ان الراجل له سهم والفرس له سهمان كما بينا قبل ذلك. فالرجل او الراجل يبقى ده لازم يكون وصل لسن التكليف، لكن بينا قبل ذلك النساء العبيد الاولاد يبقى ليس لهم حظ او نصيب في مال الغنيمة. يبقى مال الغنيمة ده بيقسم على الغازين، على المقاتلين، والمقاتل ده لابد ان يكون وصل اساسا لسن التكليف حتى يفرض له ذلك النصيب. اما لو كانت نساء او عبيدا او صبيانا يبقى لا يقسم لهم في هذا المال، ولكن ممكن يعطيهم الامام جعالة كده، يعطيهم يعني بعض المال، لكن لا يفرض له كفرض المقاتل. فقال: متى يفرض الرجل في المقاتلة؟ امتى بقى السن اللي بيعتبر؟ عشان لو خرج في الغزو والقتال وكانت هنا غنيمة يكون له ذلك النصيب فيها. فقال: متى يفرض الرجل في المقاتلة؟ ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضاه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، عرضه يوم الخندق وابن 15 سنة فأجازه. يعني بيتكلم كده ايه السن اللي معتبرة ان ده هيعد من المقاتلين. وبالتالي لو كان في غنيمة يبقى في الحالة ده هي هيقسم له ويفرض له كغيره من المقاتلين. فذكر ان السن المعتبر هو 15 سنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر ابن عمر إلا في هذا السن. يبقى في يوم أحد عرض ابن عمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزه أن يخرج فيه الحرب،
وفي غزوة الخندق عرض أيضا ابن عمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق فأجاز، أي دخل في المقاتلين واعتمدوا في ذلك. قال أصل الفرض قال القطع، أي متى يقطع له العطاء ويقرر له ذلك الرزق في المقاتلين. فقال بداء السن المعتبر كما قال العلماء من خلال هذه الرواية. قال الإمام النووي رحمه الله فأجازه، قال المرجع له رجلا له حكم الرجال المقاتلين، يبقى له الحكم أساسا. ولذلك معلوم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف قام بتنفيذ حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة، يبقى لما حكم في بني قريظة يبقى حتقتل المقاتلة ونقول حتصبى الذرية والنساء، فكانوا يكشفون عن عور ذلك الصبي، فإن وجدوا أن الشعر قد نبت حول العانة يبقى ده طبعا يبقى حكم الرجال، فكانوا يقومون بقتله. إن لم ينبت ذلك الشعر حول العانة يبقى دي لأن دي علامة من علامات البلوغ، وعلامات البلوغ كثير هيعرفوها ازاي، فكانوا يكشفون عن عور ذلك الصبي، فإن نبت الشعر يبقى كان يعامل معاملة المقاتلة، فعند ذلك كانت تضرب عنق ذلك الولد، قلنا لأنه دخل في سن التكنيل، ولو لم ينبت ذلك الشعر يبقى كان من الذرية، لأن في حال الحروب لما يقع هؤلاء في الأسر يبقى بننظر كده النساء يبقى ده سبي، وكذلك الذراري يبقى الأولاد، أما اللي هم الرجال في سن التكليف فعند ذلك يأمر الإمام بقتلهم، يأمر الإمام لو أمر الإمام بقتلهم يقتلوا، لكن الصبي لا يقتل والمرأة لا تقتل، يعني المرأة لا تقتل ولا الصبي يقتل، لكن دولت هيقعوا في الأسر وبالتالي يبقى غنيمة بتوزع وتقسم على الغانمين على الغازين. فلذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله المرجع له رجلا له حكم الرجال المقاتلين. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قال إذا استكمل الغلام الجريء 15 سنة كان بالغا، وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما، وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغ هذا المبلغ بعد استكمال 9 سنين يحكم ببلوغه، وكذلك إذا حضرت الجريء بعد 9 سنين ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ 9. يبقى قال والحديث دليل أن الصبي إذا بلغ 15 سنة دخل في زمرة المقاتلة. يبقى الكلام ده هو إيه معناه؟ يبقى ده أساسا لما لم تظهر أي علامة من علامات البلوغ قبل ذلك السن، يبقى لو متى وصل للسن ده يبقى هيعامل معاملة الرجال المكلفة، يبقى أدي معنى الكلام. يبقى مش إحنا السن ده هنعتبره يعني بغض النظر عن وصول هذا الإنسان أو تلك هذا الصبي أو الجارية إلى البلوغ، لا ده الكلام ده هنعتبره 15 سنة لو لم تظهر علامة من علامات البلوغ قبل ذلك السن. يبقى نقول والله على 13 سنة كده احتلم، يبقى خلاص ده وصل سن الرجال كده، نقول لكن هو سن 13 لم يحتلم بعد وما ظهرش عليه اي علامة من علامات البلوغ، يبقى احنا بيستمر به الامر لغاية لما وصل سن 15. لو وصل سن 15 سنة ولم تظهر عليه اي علامة من علامات البلوغ يبقى في الحالة دي حكما هيعامل معاملة البالغ، يبقى في الحكم كده يعامل معاملة البالغ. وطبعا استند العلماء إلى هذه الرواية، السن هيعتبر إزاي؟ من قصة ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. البعض اعتبر 18 سنة، لكن هذه الرواية هي التي اعتمد عليها جمهور العلماء أن سن البلوغ 15 سنة إن لم تظهر أي علامة من علامات البلوغ قبل ذلك السن. يبقى مش إحنا بنقف هنا بس، ده الكلام ده نتيجة عدم ظهور أي علامة من علامات البلوغ. علامات البلوغ بقى والله أدي الاحتلام، حيض المرأة، ونقول يعني أدي إنبات الشعر حول الدبر أو حول العانة تحت الإبط، كل دي تبقى علامات، يعني دي علامات. ولذلك كشف عن أذر يعني هؤلاء الصبيان في من يهود بني قريظة، فمن كان قد نبت الشعر حول العانة يبقى كان بيعامل معاملة المكلف، وكان يأمر بضرب عنق ذلك الولد، قلنا لأنه بلغ سن البلوغ بهذه العلامة، بلغ سن البلوغ بهذه العلامة. يبقى ده معنى الكلام، وبالتالي يبقى قال أجازه وهو ابن 15 سنة،
يبقى ده معنى سن البلوغ اللي هو وصل إليه إن لم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ. يبقى عند 10 سنوات حاضت البنت، يبقى خلاص دخل سن البلوغ، سن التكليف، يبقى مكلفة، يبقى أي معصية تفعلها هتكتب عليها عند ذلك. وكذلك لو وصل إلى سن البلوغ يبقى بالاحتلام، يبقى نقول عند ذلك تكتب عليه أي معصية بيعملها، قلنا لأن وصل سن التكليف، يبقى ده سن التكليف. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. قال في كراهية الافتراض في آخر الزمان، والمقصود بالفرض هنا هو العطية، عطية، عطية السلطان. فقال باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان، يبقى كراهية عطية السلطان في آخر الزمان، المقصود بآخر الزمان لو عند فساد الأحوال، يبقى ده المقصود بها عند فساد الأحوال وفساد السلاطين. يبقى قال يعني كأنه بيحذر أنك أنت أن تأخذ من عطية السلطان لما يكون في فساد في الزمان وفساد في السلاطين. قلنا مخافة أن تكون هذه العطية مقابل هو ترك الإنسان لدينه، يبقى ترك الإنسان كأنه كده يشتري منك ذلك الدين، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مخافة، يبقى إن عطية السلطان عند فساد السلاطين أو فساد الزمان، يبقى مخافة لكي يتنازل الإنسان عن دينه. قلنا التنازل يكون إزاي؟ يبقى دايما نقول إن الإنسان أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان، السلطان بيديلك بيعطيك المال دوت من ماله، فعند ذلك أنت هنغمض العينين عن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يبقى إن إحنا أساسا هنغمض العينين عن نقول المظالم أو جور ذلك السلطان، يبقى أدي بيع الدين أساسا. مش بيع الدين يقول لك والله بيقيدك كده هديك مبلغ كذا على سبيل الإسلام، لا، لكن بيع الدين إنك أنت تغمض العينين عن أن تقوم بأوامر الله تبارك وتعالى. قلنا نتيجة إيه؟ يعني نتيجة إن هو عطية السلطان، وبالتالي الإنسان أسير الإحسان. إزاي إنك أنت ممكن إيه؟ يعني هتأمر هذا السلطان بالمعروف تنهى عن المنكر، يعني تقول له اتق الله في هذه المظالم وذلك الجور، نقول لا، لما بياخذ العطية فعند ذلك هيسكت. يبقى كأن المال ده مقابل سكوته عن رؤيته لهذه الأمور التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى، أو يعني تقصير ذلك الإمام في حق الرعية أو غير ذلك من الأمور. فعشان كده الإنسان ينتبه، الإنسان ينتبه. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الرواية وقال هذه الترجمة، وقال باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.